وبما اننا داخلين على اجازه نهايه الاسبوع، فيمكن من احلى الحاجات اللي بنعملها في الاجازه ان احنا نشوف اهلنا وصحابنا. اهميه الصحاب في حياتنا وازاي بيأثروا في حياتنا، ودايما زي ما بيقولوا كده الصديق قبل الطريق. فاحنا عايزين نسمع من حضراتكم مواقف جدعانه حصلت من اصدقائكم ما ينفعش تنسوها. خليني اروح ابدا مع عبد الصمد. وطبعا الرجاله طول الوقت يعني بيعملوا مواقف جدعانه مع بعض وبيداروا على بعض كل حاجه، فاكيد عندك موقف جدعانه كتير. بيداروا على بعض كل حاجه. لا والله، لو هتكلم على فكره الصداقه، انا عندي كده دايما مبدا ماشي بيه، شايف ان الصديق وطن او كالوطن، ان تغيره اخترقنا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لازم اكون عندي حسن الظن دايما في صديقي، ودايما التمس الاعذار. وانا بشوف ان المعنى الحقيقي لصديق، مش اي حد ينفع يبقى صديق. في فرق ما بين زمايل واصدقاء. الصديق ده اللي انا بختاره بعنايه علشان خاطر بيكمل معايا العمر كله. فلو هحكي على موقف زي ما انت ما بتقولي، انا شايف في مواقف كتيره قوي هدير ممكن اللي انا احكيها، بس مش عاوز اللي انا احكي موقف بعينه عشان ما حدش يزعل مني. بقى احنا بنقول نختار الاصدقاء بعنايه، فما بميز حد على التاني. فانا عندي مواقف كتيره جدا الصراحه، لكن دايما بوجه رساله لاي حد بيسمعنا، يعني دايما الصديق الوفي هو الصديق اللي بيكون عنده حسن الظن، الصديق اللي انا بيلتمس لي العذر دايما، ودايما في المواقف الصعبه بلاقيه موجود. دايما الصديق بيكون هو صديق الوفاء مش صديق المصلحه. علشان كده لازم يكون اختيار الصديق ده بعنايه شديده جدا 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 جدا، ونحط تحتها ألف خط وخط، لان هو ده اللي وقت المواقف الصعبه والمواقف الحقيقيه يكون موجود معايا، مش وقت الفرح بس، ووقت ما اكون الشده محتاجه ما لاقوهوش. انت بقى ايه مواقفك مع الصداقه؟ والله انا دايما بقول الحمد لله ان انا محظوظه في حته الاصدقاء دي، ويمكن من النصيب الحلو ليا في الدنيا اصدقائي من وانا صغيره لحد يعني كل ما بكبر بكتسب كمان اصدقاء اكتر. والحقيقه انه طبعا نعمه وجود الاصدقاء في حياتنا، بيخلي الدنيا احلى، بيشاركونا كل حاجه، حزن وفرح. الاصدقاء هم يعني زي ما بنقول كده اهم حاجه في رحله الحياه. بنكبر مع بعض وكل اسرارنا بقى البنات دايما بتحكي وتتكلم، وبيكونوا جزء كبير من أحلام بعض، وإن هم طول الوقت مرتبين حياتهم مع بعض، هيعملوا إيه وهيروحوا فين وييجوا منين، بيشجعوا بعض، بيخلوا يعني بعض عندهم ثقة أكتر في نفسهم، وتلاقي دايما الدعم جاي لك من أصدقائك. ووجود النوع ده من الأصدقاء في حياتك بيخليك دايما ما تشعرش بالوحدة، وده شعور مش سهل على أي حد. تلاقيهم دايما موجودين في كل حاجة، واقفين لك، مقدرينك طول الوقت. فمسألة الأصدقاء دي مسألة غاية في الأهمية الحقيقة. وبكل تأكيد زي ما بقينا بنسمع مؤخرا على ناس كتير اتصدمت يمكن في أصحابها، لكن هو مسألة أنه في ناس مش كويسة، لكن كمان في ناس تانية كتير كويسة. خلينا نركز مع الناس دي، ونبطل بقى ندي فرص للناس اللي ما تستحقش هذه الفرص، ونشوف الناس اللي تستحق نكمل معهم حياتنا، ويعني نفضل طول الوقت مركزين في الإيجابيات اللي بنطلع منها من أي علاقات. صحيح. مش في السلبيات، لأنه يعني كلنا وارد نغلط، لكن نسامح لو أنت مش قادر ترجع تتعامل تاني، لكن نسامح. صحيح، وحسن الظن يا أحمد. ربنا دايما يجعلنا محظوظين بالناس اللي حوالينا، لانه دي حاجه مهمه جدا. احنا يعني بنعيش بالناس وبنعيش مع الناس، فمساله الاصدقاء مساله غايه في الاهميه. واحنا عايزين نسمع من حضراتكم بقى مواقف حصلت لكم مع اصحابكم ما ينفعش تنسوها. ده سؤالنا، هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه، هنستعرضها معاكم. وصباح الخير عليكم جميعا.